بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في ورشة جديدة قوية فريدة من نوعها، الوحيدة اللي تناولت فيلم أو مشهد من فيلم بالضخامة بتاعت أفاتار. كان المقرر إن فريق عمل جي اف اكس يشترك فيها، لكن لعدم تفرغ اعضاء فريق العمل ف يعني قلت اقدمها لكم. احتمال في نص الورشة حد يدخل معايا، احتمال اكملها للاخر، ف لسه مش عارف. ان شاء الله الورشة هتجمع بين برامج قوية جدا وتقيلة جدا، يمكن بعضها اول مرة يعني هنتطرق له، زي ما انا كنت اتكلمت هنا. طبعا هنتكلم على الفيو 9.5، غالبا هنتكلم على الفيو جوه السينما، يعني مش عايزين نروح لوحده، بحيث ان الفيو عشان يعني لما البرنامج بيشتغل ستاند الون او لوحده بياخد ريسورسز كتيره جدا من الجهاز، فهشتغل بيه جوه السينما. اي اصدار من السينما 4 دي مش اقل من 11 ونص 12. انا لو عليا انا هشتغل على 12، لكن مش مشكله، اللي اشتغل 12 ما فيش مشاكل، 11 ونص ما فيش مشكله. ماكس هنشتغل على ماكس 2011، انا هشتغل على 2011. ممكن لو حد تاني عايز يشتغل على اي فيرجن تاني ما فيش مشكله، واحتمال ما نشتغلش عليه، يعني وانا بس هستخدمه علشان اعمل اكسبورت للمودلز. ممكن ما نستخدمش المودلز دي ونستخدم مودلز تانية، هقول لكم هنجيبها منين في حينه، كل حاجة في حينها. طبعا الباشا بتاعنا افتر افكتس اس 5، مش تفرق 4 5 5.5، لكن طبعا لو احنا استخدمنا بلجنز، وده اكيد هنستخدم بلجنز او ثيرد بارتي بلجنز خارجية، طبعا انت تجيب اللي متوافق مع اصدار الافتر بتاعك. كل حاجة موجودة عندنا في الاكاديمية، كل حاجة موجودة في قسم البرامج والملحقات اللي موجود في كل قسم. فوتوشوب سي اس 5، وده هنستخدمه علشان نعمل المات بينتنج، عشان نعمل البيئة او الانفيرومنت البعيدة عن الكاميرا. وان بيرفكت ماسك، وده يمكن الوافد الجديد عليكم كلكم، وده برنامج قوي جدا جدا في عملية القص، بيوفر وقت كتير جدا جدا في عملية قص الحاجات، خاصة كمان من الحتت اللي فيها هيرز او فيها شعر او فيها نجيل او فيها ورق شجر، الحاجات اللي صعب قوي انك تقص السما مثلا منها، على سبيل المثال السما. فدي البرامج اللي هتشتغل معانا في الورشة بتاعتنا. غير كده المشهد اللي احنا اخترنا ان احنا نعمله هو مشهد من جيمس كاميرون افاتار كانيو او كانيون سين، او بمعنى تاني اللي هي باتل فور بانادورا، او المعركة الاخيرة لبانادورا. ادي المشهد اللي احنا هنعمله، اللي هو بادئ من اول الثانية طبعا، يعني حاجة مفيش 43 تقريبا اعتقد، حاجة زي كده. لو رجعنا ورا سنة، لا نجيب يعني سنة بسيطة. المشهد بادئ من اول دي، طبعا احنا هندمج مثلا بين مشهد زي ده وبين مشهد اعتقد انه كان جه في الاول، تمام؟ متهيألي والله اعلم. مش فاكر هو في الثانية كام بالظبط، انا وقفت شوية لغاية ما جبته، هو في 2:38 اللي هو المشهد ده. طبعا احنا ممكن نعمل المشهد ده هيبقى ابسط من اللي احنا هنعمله، لكن انا هدمج بين المشهد ده ما عدا المركبة دي طبعا، يعني هدمج بين المشهد ده وبين المشهد اللي احنا شفناه عند الدقيقة او الثانية اعتقد
في الثانية دي. كده احنا عرفنا احنا نعمل ايه، فاضل ان احنا نحضر حاجة مهمة جدا لو انت حابب انك تشتغل اي ورشة وتشتغلها بشكل كويس، انك انت بتحضر ليك ريفرنسز. ريفرنسز يعني صور مرجعية انت بترجع لها. على سبيل المثال انا عايز صورة مثلا للفلوتنج ايلاندز دي، للجزر المعلقة او الفلوتنج ماونتنز اللي هي دي. انا مش هعتمد ان انا ابص في الفيديو واروح اشتغل، لان طبعا مهما كانت يعني انا مش شايف بدقة كويسة، فانا هبعد الفيديو ده، هروح على جوجل. انا عملت سيرش ب افاتار فلوتنج ماونتنز او افاتار فلوتنج ايلاندز اللي يعجبك. انا مثلا جات لي شويه صور، جات لي مثلا صوره زي دي واللي قريبه قوي من اللي احنا شفناه، جبت صوره زي دي ودي برضو. خلي بالك ان ما تتقيدش بالشكل بتاع الفلوتنج ايلاند، فيه هنا كذا شكل ليها، يعني مش شرط تعمل الشكل اللي هو شبه مربع ده او شبه مكعب، ممكن تعمل اللي احنا كنا عملناه ده، ممكن تعمل ده، اي واحد فيهم. في ادي الشكل ده، في حاجه تانية، في ادي الشكل ده، يعني ما تتقيدش قوي بالشيب اللي قدامك ده. طبعا حسب ما انت عايز تعمل، ما فيش طبعا في شيب وفي اتنين وفي تلاته ممكن تعمل، هو طبعا معمول العمليه راندوم شويه، تمام. وهنعرف ازاي ندمج بين حاجتين حلوين قوي اقول لكم عليهم واحنا شغالين. فدي كده الريفرنسز بتاعتي او المراجع اللي انا هشتغل عليها. عندي بعد كده ايه اللي هبدا بيه؟ اولا احنا هنبدا ننشئ الانفايرمنت، بعد كده هنتكلم على الموديل بتاع اجيبها لكم تاني، تمام، على الموديل بتاع الطيارات دي، بعد كده هنتكلم على التكتشرنج او الاكساء بتاع الطيارات دي كلها. طبعا هو حاجه واحده بس واحنا هنعملها، هندخل الطياره دي في فارتيكال سيستم عشان يديني الكلام ده كله، عشان نريح نفسنا بدل ما نقعد نعمل في دوبليكيتس. بعد كده هنتكلم على اللايتنج اللي هنستخدم فيه اي اس بي ال، تمام، البلجن اللي انا كنت نزلته من قريب في الاكاديميه عندنا في جي اف اكس اكاديمي دوت نت. اللي عايز يشتغل بالاضاءه العاديه مفيش اي مشاكل، اللي عايز يعمل المنظر ده منظر ليلي مش منظر نهاري برده مفيش اي مشاكل في الموضوع ده. هنشتغل في السينما 4 دي زي ما قلت على بلجن الفيو جوه سينما 4 دي، وكمان هنشتغل على البودي بينت وهنتكلم عليه بالتفصيل جوه السينما 4 دي. دي كانت مقدمه سريعه عن الورشه، واشوفكم في الجزء اللي جاي اللي هو الجزء الاول من الورشه. سلام عليكم.